يا هلا فيكم أعزائي المشاهدين. من جديد، الصورة الراقية للمرأة تشمل المظهر الخارجي الذي يجب أن ينسجم مع كونها مرأة. في فقرة الإتيكيت اليوم سوف نعرف كل مرأة على هيئة السيدة وكيف يجب أن تكون مع خبيرة التنمية البشرية والإتيكيت الأستاذة لينا حمامي. مساء الخير أستاذة لينا. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا. يسعد لي مساكي أستاذة لينا. إحنا الأسبوع الماضي تكلمنا على تعريف السيدة بشكل عام، وهذا الأسبوع حنبدأ ما المقصود بهيئة السيدة. الأسبوع الماضي بدأنا بتوضيح مفهوم السيدة، وقلنا أنه مستقبلاً ستتناول جميع جوانب شخصية السيدة وسلوكياتها ومظهرها وكل ما يتعلق بها. اليوم حنتكلم عن الهيئة. الهيئة تعني مش فقط الأناقة والملبس اللي الناس تعتقد، لا، تتناول جلستها ومشيتها ووقفتها وكيف حاملة راسها على كتافها وكل هالأمور هذه اللي بتخلي الإنسان أنه يستشف من هيئتها ثقتها بنفسها، يستشف أنوثتها، يستشف كذلك حضورها، لأنه الهيئة هي المدخل الرئيسي للأشخاص. بمعنى أنك ممكن من الانطباع الأول زي ما كنا تكلمنا تقدري تحكمي على هالسيدة هذه أنه هل تستحق أنك تتقربي منها أو تتوددي إليها أو تثقي فيها أو تسأليها أو يعني تتحدثي معها أصلا أم لا، أنك تحجمي وتحكمي عليها أنه لا، لا تصلح. طيب لو نبدأ نتناول، لازم أول شيء نعرف السيدة بمفهوم الهندام للسيدة، كيف ممكن يكون؟ السيدة يجب أن تكون في هندامها محافظة متحفظة وبنفس الوقت تنم على قوة شخصية وعلى حضور، وبنفس الوقت لا تكون مسترجلة. يعني مش بالضرورة أنها تكون، إذا كانت حتلبس تيور طقم زي كده، انه تكون فيه لمسات رجولية، لا، تكون حاطة لمسات فيها أنوثة، فيها نوع من تلطف شوي الشكل. هلا بالنسبة للهندام زي ما قلنا، الشعر مهم جدا، تصفيف الشعر، نوع المكياج اللي حاططه، الاكسسوارات اللي حاططها، كيف هي، يعني احنا بنقول انه هي اللي لابسه الغرض مش الغرض اللي لابسها، هي اللي منطقه الشيء، هي اللي منطقه الشيء تماما. يعني في 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 سيدات يلبسوا اي حاجه بتظهر الحاجه عليهم وكانها يعني من اغلى الماركات وهذا، وممكن سيدات اخرى لا، يلبسوا الحاجه فما ما يعني هذا كله يرجع انها مراعيه الهندام للهندام. بشكل أيوة عام. ايوه ايوه بيقولوا لها بالفرنسي لالور، لالور يعني نصبة الجسم، يعني شدة الكتف، يعني الوحدة ما تجلس وهي مهما كانت أنيقة ومهما كانت متزوقة، إذا جلست وعملت كده ودخلت راسها جوا أكتافها كده، هذا بيروح الهندام كله. أو جلسة وعاملة جلستها كده، أو إنه حتى ممكن تكون الجلسة منفتحة أكثر، حاطة رجل على رجل بشكل هذا. إن شاء الله مستقبلا في كل فقرة حتناولها بالتفصيل، حتناولها التفصيل، كيف تمشي وكيف تجلس وكيف تتحرك وكيف كل هذه الأمور، كيف تقوم حتى. طب أستاذة لينا، ممكن إحنا نتعلم كيف إعادة تشكيل الصورة بالهندام نفسه؟ في صحيح، في متخصصين بهالموضوع هذا اسمهم كوتش اوف ايمج، بمعنى انه هم مدربين الصوره، مدربين بشكل انه يحسنوا ويطوروا من الصوره، وهذه خاصه بيستعينوا بهم الشخصيات البارزه، الشخصيات الاجتماعيه مثلا، السياسيين، الفنانين، كل هالاشخاص هذه اللي بيحتاجوا انه يحسنوا شوي من مظهرهم، وهذا بتناول الاناقه وبتناول التصرفات وبتناول حتى بالنسبه للنظره وحتى بالنسبه لميلان الراس انه تميل لاي طرف وهي عم تتحدث الشخصيه هذه، لانه بيعطي انطباع جيد وبيعطي انطباع قوي
للشخص هذا. فنعم هذا علم وفن يكتسب، والمفروض انه كلنا نطلع عليه ونحاول انه نحسس ونحسن من شكلنا ومن صورتنا. مهم جدا انك انت لما بتوقفي امام المرايه انك تشوفي اخطائك، الاشياء الحلوه اللي فينا احنا كلنا شايفينها وغيرنا شايفينها، لا احنا نبحث عن نقاط الضعف عندنا، عن السلبيات اللي عندنا، وفين عندنا مشاكل. واذا ما قدرنا احنا نطورها لوحدينا نستعين باشخاص ممكن بسيطين جدا ومحبين. احنا لازم بين فتره وفتره دائما نسال اشخاص اخرين شو رايك فيني؟ أعطيني رأيك مثلا بملابسي، أعطيني رأيك بلون شعري، أعطيني رأيك بسلوكياتي كلها، ولكن تكوني متأكدة أنه هالشخص اللي عم تسأليها أنها تكون مصدر ثقة. مش ثقة بمعنى أنه حتضحك، بمعنى أنه بتعرف، لأنه ممكن تكون محبة جدا هالشخصية هذه ولكن ما عندها دراية ولا بتقدر أنها تفيدك كما يجب. طيب أستاذة رينا، بعض المرات الهيئة للسيدة ممكن تختلف على حسب المناسبة اللي هي تحضر لها. طبعا لازم نأخذ بعين الاعتبار السياق، لازم والظرف الزمن، إن كان صبح وإن كان مساء، إن كان الأشخاص اللي أنت حتقابليهم، المكان بحد ذاته، الهدف من لقاء الآخرين، إن كان مثلا أحيانا مثلا بيكون في، أعطي مثال بسيط، ممكن يكون إنه يكون الموضوع يكون فيه عن حرب وعن دم وعن هذا بالنسبة لمذيعات تلفزيون أو بالنسبة للسياسيين وعم بيتكلموا بكوارث، بس بتلاقي المكياج الفاقع، بتلاقي الأكسسوارات اللي لا يتناسب مع الحدث، ممكن يكون مثلا برضو وحدة ممكن الطبقة الاجتماعية اللي حتزورها كمان ممكن تكون أقل طبعا منها. بالنسبة للطبقة الاجتماعية بدها تراعي الوضع المادي عندهم بشكل انه لا يكون تستظهر وكأنها رايحة عشان تستعرض امكانياتها المادية. برضو ان كان مثلا بالنهار او بالليل، وحدة مثلا رايحة بزيارة بالنهار او للعمل وكأنها رايحة على عرس، لا مش حلو هذا. نوعية الستايل نفسه اللي في الليل غير اللي بنلبسه بالنار، كذلك الألوان. أريد أن أؤكد يعني أنه بالنسبة لهندام السيدة وخاصة بالنسبة للألوان، هو يجب أن يغلب عليها الألوان الغامقة، الألوان دارك، الأسود، البني الغامق، الرمادي الغامق، كأنه رسمي كذا. هو هذا الرسمي. هذه بالنسبة للسيدة، أنا لا أتكلم عن السيدة اللي تحتاج أن تظهر مظهر قوة وسلطة، وما يكون فيه، لأنه أي خلل في هالمجال هذا فتتعرض فيه للانتقاد، إنه القصة مش حلوة، الألوان مش منسجمة. فكلما بسطت ولا يكون الألوان أكثر من لونين، أكثر من لونين ببقى كثير. وإذا كان الغرض فيه ألوان كثيرة، المفروض إنه الأكسسوارات تكون جدا بسيطة. هلا بالنسبة للأكسسوارات مهمة كثير بالنسبة للسيدة. هلا أنا عم بتكلم عن السيدة يلي البرجوازية خلينا نقول، أو اللي حابة تظهر شيء، ما بتلبس أبدا فوبيجو. فوبيجو يعني الأكسسوارات التقليدية. مش أكسسوارات، يعني ممكن حلقك حلو كثير، هذا يعتبر أكسسوار، مش يعتبر فوبيجو، بمعنى إنه مجوهرات مقلدة. أوكي، باين انه اكسسوار، باين انه فيه ذوق، فيه فن، فيه حاجه، انما مش تقليد. السيده مثلا بتهتم كثير انه ما تكشف عن جسمها. هلا بتلاقي الكبار السيدات المجتمع لما بيلبسوا، حتى ولو لبسوا رواب السواري، ما بيكون عريان، وإذا تعروا بتعرى من جزء واحد من الجسم. يعني بمعنى إذا انكشف الصدر الأكمام بتكون طويلة، إذا انكشف الظهر الصدر بيكون، أما العري بالكامل هذا مرفوض تماما بالنسبة للسيدة. إذا لبست قصير فمن فوق لازم يكون مستر. يعني هذه القاعدة بالنسبة لهذا. حتى زي ما قلت الأكسسوارات حلوة كتير. هلأ ممكن إحنا ما عندنا هالشيء هذا، بس يعني
الشابول، القبعات، القبعات هذه كثير بتزين، كثير بتحلي. شالوا القبعات فصاروا يحطوا سرتات اللي هم الاطواق كذا، او لا لا او اطو الطوق كذا، وفي عليه ورده، في هذه على فكره مسموحه. احنا دائما حتى نشوفهم بعض المرات في على سبيل المثال مثلا الاسره الحاكمه في بريطانيا، يعني تلاقيهم يعني، او الاميرات في اوروبا كمان ممكن يرتدوها. بس احنا ما عندناش كثير هذه، بس هذا اذا شفنا لا نتمسخر لانه هذا الصح. طب استاذه لينا، ايش هي النصيحه اللي توجهها لكل مراه؟ اهتمي كثير بهندامك، ولا تقولي انه فعلا المظهر مش مهم وانه لا نحكم على المظهر. المظهر جدا مهم، والاناقه ضروريه، ولكن دون ابتذال، دون مبالغه، دون عجرفه، دون كذا نحس انه والله الاناقه عشان تزينك مش عشان تسيء للسيدة وتخلي الناس ينفروا منها. أكيد احنا نتناولها كمان في سلسلات قادمة أكيد. بالتفصيل. شكرا لك خبيرة التنمية البشرية والإتيكيت الأستاذة لينا حمامي، شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيدة دائما بوجودي معكم. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير لكن أكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته. في سيدتي بعد الفاصل. لا تعطوا لخيالكم العنان حين تتحدثون عن الشريك، فحسن الظن دائما يجعل حياتك مستقرة. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية.